حضرتك في المعرض ودي المرة الثامنة للمعرض الصحية، ايه رأي حضرتك في معرض الكتاب؟ هو احنا يعني كاتحاد ناشرين حريصين على اي منفذ او اي مناسبة نعمل فيها معرض الكتاب وازاي نصل للقارئ في اي مكان. فمن خلال الحياة الساقية أو ساقية الصاوي ده منبر محترم وله دور كبير في التنمية الثقافية في نشر الثقافة. في كم دور نشر نزل السنة دي؟ يعني أنا شايف في حوالي 50 واحد تقريبا، يعني أعتقد أنه بس في مسألة التجهيزات بعد الافتتاح هنقدر نقول لك بالضبط يعني العدد قد إيه. كلمينا عن دار تويتا للنشر، انت فتحتيها بقالك قد ايه؟ بصي احنا فاتحين بقالنا حوالي 5 سنين تقريبا. بنهتم بجميع انواع الادب، بننشر في الروايات، المقالات الاجتماعيه، مقالات نسائيه، بنهتم ادب ساخر، رعب، فانتازيا، كل الحاجات دي بتلاقيها موجوده عندنا. دي المره كام اللي بتشاركي في معرض الصحية؟ اول مره. طيب شاركتي في معارض قبل كده؟ طبعا كل المعارض احنا بنشارك فيها، بس اول مره انزل الساقيه، لسه راجعين معرض اسكندريه. دار الرسم بالكريمات مفتوحه بقالها قد ايه؟ احنا شغالين من دار بدايتها كانت في 2011، لكن اول نشر لينا كان في 2013، نقدر نقول 8 سنين. 8 سنين تقريبا. اغلب الكتب اللي عندك كتب ولا روايات؟ احنا عندنا تنوع ما بين الاصدارات الكتب وكتب انواعها بالمناسبه، سواء كتب تاريخيه او كتب لايف كوتشنج او كتب ساخر او كوميكس وروايات، لكن نقدر نقول ان النسبه ممكن تكون 70% روايات 30% كتب. دي المره كامله بتنزل معرض الصحية؟ احنا الحقيقه متعودين من اول ما بدانا اصدارات ان احنا نكون موجودين في معرض الساقيه، وكنا حريصين ان احنا نكون موجودين سواء بالمشاركه بالمناسبه في المعرض او بنكون حريصين على ان اصداراتنا تكون موجوده في المكتبه بتاعه الساقيه كل سنه. احنا نقدر من 2014 احنا كنا موجودين، يعني نقدر نقول دي سادس مشاركه لينا. دي المره كام ليك ان انت تنزل تشارك في معرض الساقيه؟ دي المرة الرابعة، ومعرض ساقية أنا بشوف أنه هو معرض توقيته لطيف، طبعا بيكون فات وقت طويل على معرض القاهرة، هو المعرض الثاني اللي بتعمل في القاهرة بعد المعرض طبعا الكبير الدولي، فبيبقى لطيف مكانه في وسط القاهرة، سهل الوصول إليه، الناس بتحب المكان بشكل عام، بيحبوا ساقية الصاوي. كمان الفعاليات اللي بيقوم بيها المنظمين واللي بينظموها على هامش المعرض ده فعاليات قوية جدا بتساعد على جذب الجمهور. معظم اللي انا شايفاه ان معظم الكتاب عندك من السيدات، ف ده بسبب يعني دي سبب معين ولا ده كده جت عشوائيه؟ والله انا شايف انه في الوطن العربي وفي مصر ما فيش اهتمام شويه بالقلم النسائي، وقد يعني يرى بعض الناس انه الستات والبنات والاناث بشكل عام ما بيعرفوش يكتبوا. احنا ضد المعتقد ده تماما، احنا شايفين انه الناس كلها تاخد فرصه ويتم الحكم على التجربه، لكن الحكم في المطلق ده يعني اي تعميم ده من العمى، فاحنا مش مقتنعين بالفكره دي خالص، وشايفين انه احنا من الناس اللي عندها فيجن في تدعيم القلم النسائي، وده اللي احنا بنحاول نعمله. وقد نجد ان مثلا في نسبه كبيره جدا من الدار قد تجاوز 60% من الاناث، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم بيكون عندهم الشغف بتاع النجاح. ليه؟ لانه الـ الانثى مقهوره بشكل ما في حياتها الأسرية والاجتماعية والعملية، فقد ترى أن الفيلد بتاع الكتابة ده متنفس بالنسبة لها، بيساعدها أن هي تحقق نجاحها، بيساعدها أن هي تشوف نفسها بشكل تاني، تنجح، يبقى عندها طاقة إيجابية تساعدها على الاستمرار في الحياة، الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. فإحنا بنحاول أن احنا نصدر القيمة دي، ومن خلالها بنشوف أنه احنا تجربتنا معهم كانت ناجحة جدا، وكان ليها أثر طيب عند الناس من خلال جودة الأعمال فنيا وأدبيا، وكمان على المستوى المادي وعلى المستوى البيعي برضو كان ليها أثر كبير جدا وأثر جيد عند الناس.